يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. ما شاء الله الخير. اتصل عماني. أها موسى تعال ساعدني شوية. مالك موسى مستوى نفسية بس عشان باقي تدخن؟ ساعة كم يأذن المغرب؟ يأذن ساعة 6:30. تو مالك موسى عافس بوقهك؟ أسألك بنصيحتي؟ لا يا موسى ودر عنك هذا التدخين، شهر رمضان فرصتك عشانك وصحتك يا موسى. زين تقلاها عيني تقلاها. ولو كان بس ودر شهر رمضان تفرصتك الحين. في رمضان طول الوقت ما تدخن، من الصباح لحد المغرب ما تدخن، فرصتك الحين تودرها وضر بصحتك. الحين فرصتك الصح. صح موسى الحين بتحس بصعوبة، بعدين جسمك بيرتاح والتدخين مضر بالصحة يا موسى. فكر شوية استوعب يا موسى. لا قابلتك نصيحة ومكلمنك في الفطور، أدخل تخبر سمة؟ من بكرة أبدأ، من بكرة خلاص مخطط من بكرة. يعني تو كريستيانو انتقل بعد ما شاف ميسي منتقل؟ هل صدفة؟ واضح إنه غيران. مو يدخل غيران، ترى الرجال باغي يترزق. زين تعال صح ما خبرتني كيف شماقي؟ كيف أمورهم؟ أنا مش عارف الزواج. يا أخي زين قبل السالفة، بكرة باغى أروح عند الشماق وما أعرف مؤشر. بسيطة ما يبغى لها ضرب طبل. شيل معك سويت وتوكل. فكرني ما شليت، أول مرة رايح شال معي سويت. أشوف العم معصب، طلع فيه سكري مسكين. زين شيل لك بطاطس حلويات، حال صغيرين، هذه تفاصيل بسيطة بس تعطي جمالية حال الزيارة. نوب أنت خرخش جيبك، ما تكون مخيل من أول يوم. ندوك نوب الميمني. شال ربطتين بطاطس، يوم وصلت قام يشوف علي من تحت لين فوق بنص عين. واضح انه ما عاقبنا. وزيدك من الشعر بيت، شمقهم الثاني قو قايب خضره. السلام عليكم عمي، كيف حالك؟ لو تشوفه كيف فرحان. ابوي بديت اشك حال حد وحد. ها قلت لي عنده 6 اولاد؟ ايوه. انا اقول لك رزح اللقوني تعيش وتشوفه ما يفرح. السلام عليكم عمي. السلام ولدي، كيف حالك؟ مبارك. قواتم من ارز بسمتي تخلي الشمق يستحي. تفضل عمي. يا ربي يا اسعد، نسيت اتصل بتميم. من تميم؟ لا تدخل ذاك المخاوي. ايوه ما حد غيره ذاك كذاب. من قال لك؟ واقدين يقولوا روح شوف بيت واتفق كله خرمات. عنك انا ما اسمع لك كلامك. تو بتصل بتميم انا اشوفه. عندنا نتلاقى بعدين ان شاء الله. ابو حسين اتصل اكيد عشان البيت، لكن ما ادواني غير رقم عمرنا عم ذاك. انتم اي مشكله؟ قول له بعد الفطره. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله حسين، ما اخبارك؟ طيبه الله يسلمك. اقول لك احسن بعد الفطره، بعد الفطره ان شاء الله نتلاقى. ان شاء الله انتظرك في البيت. يلا مع السلامه. وما نور البيت يا حسين. نور نور غالي. كيف عزمت في البيت؟ معزم، لكن كما تعطيني السعر. شوف قبل شويه متصل فيني واحد من اهل قلت له 60,000 لانك انت ربيعي وبين عيش وملح، قلت بعطيك اياه 59,000. لكن زين لو تخفضني يا تميم. اسمح لي والله حسين، هذا من الاخر. خلاص توكلنا على الله. توكلنا. لا مو ذي الحالة، البيت ما كمل سنة من شريته من عنده، الحين يقطر، وايش اسوي؟ احسن لي لو سامع كلام اسعد. مو ذي الحالة، قرني قرني. انت فيك رعضة؟ فيك عيال؟ ما تشوف زبالة قدامك؟ ايش منعك انك تعق زبالة داخل؟ حبوب لا تاكلني، روح روح مني ولا حمبمزقك. اربن اربن. اربن اربن، انت اول قولها زين. اول من بيمزق الثاني الحينه؟ خلاص حبي انت فايز خلاص. بدال عن تعق زبالة داخل درام وتسهلوا على العمال الجهد والوقت، جالسين تعقوها برا عشان تتعبوهم زيادة؟ ما يكفي الحر اللي هم فيه؟ يكفي يكفي. شوف شوف هناك الناس اللي تفعل خير. انت لو تنصح لين باكر ما حد بيسمع لك غير اللي في قلبه رحمه حبي. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال.